التصريح اللي أدلاه وأدلتها حكومة الكويت بمنع دخول العراقيين لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 26. رصدنا كثير من التغريدات بمنصة الإكس حول هذا الموضوع، طبعاً بعدين نعلق، خلنا نقرأ التغريدات ونشوف. مصطفى كامل يقول حكومة الكويت تقرر عدم السماح بدخول العراقيين إلى بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 26 بدون تأشيرة. ومحامي الاتحاد الكويتي لكرة القدم شاري السند يتمنى قطع العلاقات مع العراق نهائيا. إن شاء الله إحنا هم نقطع علاقتنا معكم. يعني تغريدة أخرى لهذا الموضوع، ضياء طالب يقول العراق والكويت دائما ما كان العراق المبادر بحسن النية ولا يجازى بذلك، وبعد أن فتح أبوابه في خليج 25 وسمح بدخول الجماهير الكويتية بدون فيزا نتفاجأ بأن الكويت لن تسمح بدخول أكثر من 200 مشجع فقط. تغريدة أخرى، موضوع يعني يخلي الواحد يعني يضحك بدون. العمار يقول الاتحاد الكويتي لكرة القدم سمح بدخول 200 مشجع عراقي فقط لتشجيع المنتخب العراقي، نفوس العراق 40 مليون والكويت 4 ملايين، يعني نسمح بدخول 20 مشجع كويتي فقط، يعني نسبة وتناسب. التعامل بالمثل، قانون الفيفا ينص بدخول 10,000 مشجع. تغريدة أخرى، حمودي يقول الكويت تسمح بدخول 200 مشجع عراقي لمباراة العراق والكويت تصفيات كأس العالم، مع العلم أن العراقيين فتحوا قلوبهم وبيوتهم للمشجعين الكويتيين ببطولة كأس الخليج الأخيرة بالبصرة. لماذا هذا البعض وحقد هذا البغض وحقد بجانب العراق؟ أخي الكريم، هل أنت موافق لهذا القرار؟ أكو تغريدة أخرى مخرجنا، لو هاي آخر تغريدة. أكو تغريدة بهاء خليل، المشكلة الآن ليست بخليج 26، المفروض أنه يخوض المنتخب العراقي مباراة مع الكويت في الكويت ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم بعد أقل من شهر، والكويت ترفض دخول العراقيين من حملة الجواز العراقي وتسمح بدخول العراقيين الحاملين لجوازات دول أخرى، يعني المغتربين. قانون اللعبة ينص على أن تكون 5% من مقاعد الملعب خاصة للجمهور العراقي. أستاذ جابر اللي سيستضيف المباراة سعته 60,000، وهذا يعني الكويت عليها أن تمنح فيزا ل 3,000 مشجع عراقي. خلي شوية نتوقف بهذا الموضوع ومنع دخول العراقيين للكويت. ما صار أن هواية من كانت الزيارة الأربعينية، وأتذكر استقبال العراقيين لإخوتنا الكويتيين بالأهازيج والهوسات، يرحبون بهم بزيارة الأربعين ويقدمون لهم كل الخدمات الراحة ويدلكون أقدامهم ويقدمون لهم المي والشراب والأكل وإلى آخره. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ زين، خليجي 25، العراق فتح أبوابه على مصراعيها أمام الكويتيين بدون قيد أو شرط، كلها تدخل بدون فيزا. تقابلون الإحسان بهذه الطريقة الغير حضارية نقول؟ ما أعرف، لكن هذا التصرف ذكرت شغلة. أسعد العيداني محافظ البصرة صرح بمؤتمر يقول أنه إذا كان هذا التصريح، إذا كان هذا التصريح تصريح تم نشره بصورة يعني رئيسية وتم يعني هسه مجرد بس تصاريح وما انتشر بصورة رسمية، لكن في حال أن تم انتشاره بصورة رسمية سيكون التعامل بالمثل.